انواع التلاميذ فاش كينقلوا نهار الامتحان. نقل المحترف بالسماعات. يلا يلا بالخف بالخف، عطيني الجواب ديال السؤال الاول. يلا صاحبي كتب كتب. يلا انا نكتب. اكس جذر مربع ايغريك عطينا 3560، والنتيجه اللي خرجت لك قسمها على 3700. صافي دابا عطيني الجواب ديال السؤال الثاني. ها انت الجواب الثاني يا ساهر، كتسمعني؟ يلا هاني كنسمعك كنسمعك. مهم غادي دير فيه المعادله العكسيه غتخرج 3700. صافي شكرا بزاف، راه عمرت الورقه. يلا سلم لي على الدراري، قول لهم باقي عندي الحصه ديال الفلسفه. يلا تندخل ليهم نعيط لكم. يلا دابا غادي نقرا. يلا بسلامه، حنا يلا بسلامه الفلسفه. صافي هاد الامتحان خدمت فيه مزيان، غادي يجيب فيه شي 20 والباك صافي مضمون. سالي جا استاذ. نقال غير المحترف اللي كيعول على صحابه الحماق. الو الو كتسمعوني كتسمعوني؟ يلا عطوني خلاص الجواب ديال السؤال الاول، ما حد الاستاذ ما كيشوفش فيا. انت بلاتي بلاتي تعاود لك واحد النكته والموت ديال الضحك قالها لنا حمزه، تشاتك شخنا بالضحك. دابا واحد خونا ويا سي وانت بزاف خصك تسمع تسمع. عاودوا عاودوا حيد حيد حيد، دوزوا لي دوزوا لي ندوي معاه. انا نعاود لك انا نعاود لك انا. دابا انا واحد خونا، شوفوا شوفوا عطوني دابا على الجواب، الله يسهل عليكم عطوني الجواب. ايه على مك الله اختي، عول علينا حنا باقي عول على راسك صافي، عول على راسك وتجيز صافي بعدو منو غادي ياش. يلا يلا انا نعطيك الاجوبه، قيد قيد. جوج بيضات، ثلاثه البصل. وات وسولوا سولوا قولوا واش كاين عندكم التيتيز تما. اي سيمو دوز دوز لينا استاذ ندور معاه. دوز سيمو عندك ما تسميش ما تكتبهاش اصلا هي الوحيد اللي كتهرج على راسك اصاحبي. تضرب لي السطح الساعه لا وضرب سولي وانا غادي نقول لك شوفوا شوفوا كتسمعوني والله نعلمكم كاملين. اي 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 قالت كتسب فينا، عرفتي شنو غادير؟ جمع قشاوتك وخرج عليا، يلا بالخف بالخف. لا استاذ راك فهمتي غلط، ما دويتش معاك. يا خيس لك استاذ بغا يصمكم، ودوزوا لنا دوزوا لنا، مالو معاك داك الشماته مالو؟ وانت هو الشماته، انا شماته؟ لا دابا والله تتجمع حوايجك وتخرج عليا، انا دابا غادي نعيط لك البوليس ونعيط الحراسه يجيو يهزوك من هنا. يلا خرج خلاص. صافي يا استاذ واخا انا غادي نخرج بحالي. لا صاحبي ما تبكيش انت على الناس شوهتينا والدراري تبكي تبكي. سمعوا سمعوا غنخليلو غنخليلو ما تبكيش. لا سكت صاحبي صوتي مكتومي صوتي. هذاك اللي فيه الاسئله بزاف. استاذ نكتب سميتي في بلاصه الكنيه ولا كنيتي نكتبها في بلاصه السميه؟ استاذ تقدر تفتح داك الشاجم؟ استاذ نقدر نمشي حدا الباب نشم الهواء؟ استاذ نقدر نمشي للطاليان؟ استاذ نقدر نجلس حدا هذاك؟ استاذ نقد نعطي لصاحبي الورقه ديالي؟ استاذ ايكتب لي اسميتي لحقاش انا في امتحان معاك، يجي امتحان تنبقى نتخلع بزاف وكنبقى فهمتي كنبقى نتشلل ما كنقدش نكتبها استاذ. المهم انا نعطيها له ايكتب لي اسميتي ورجعها لي. هاك عطاني السؤال الاول والثاني والثالث. استاذ نسيت على سميتي، نقدر نكتب نمرتي في بلاصه السميه؟ نقد انا نهز التليفون استاذ لحقاش مرتي ما حافظهاش. ايوا حمزه السؤال الاول الاول. استاذ اش باغي نقيد عن مرتي؟ صاحبي حمزه عيط له لحقاش هو اللي حافظها. استاذ مشي الطواليط. استاذ لما مشيتش الطواليط غادي نموت لك هنا. استاذ انا مريض فيا السخانه في القلب. صافي مشي غادي نجي جا استاذ ما تعطلتش ياك. يخطفو نسيت الشارجور. استاذ نقدر نرجع للطواليط؟ مالك أستاذ كتشوف فيا؟
وقته هي جات عندي بوحدها ووقتي انا مشيت عنده، احنا ما درنا حتى شي حاجه. هذاك اللي عموجه كتشوفو غير نهار الامتحان. تشوفو السيد شكرا تجي هاد الشيء ما قايلاش هاد الشيء والله ما قايلاه يا استاذ والله ما قايلاه هاد الشيء. اولدي قرا بعد الاسئله، واش انت عاد شديتي الواقع بديتي كتغوت؟ قال الاسئله وفهم مزيان عاد هضر. واخا استاذ والله ما قايلاش الشيء يا استاذ والله ما قايلاه، اليوم غادي تبلبل انا هاد الشيء ما شفته. امالك اولدي ياك لاباس غير شويه واش نقول لك استاذ هاد الشيء ما قايلاش؟ تقول لي لاباس ما لاباس والو استاذ، هادشي انا ما قايتوش. شنو هي الفلسفه؟ انا فين عمري قايت شي حاجه سميتها الفلسفه؟ مش عارفش انا الفلسفه شنو هو. حاطين التاريخ في بلاصه الاجتماعيات، شنو هو الاجتماعيات؟ شنو هي التاريخ؟ شنو هو هادشي؟ هادشي شنو؟ ولكن هادوك هما المواد اللي كتقراو في العام الدراسي ديالكم، شنو بغيتي يحطوا لك؟ واش كاينين شي مواد قريتوهم وما حطوهمش ليكم؟ كاينين استاذ، كاين المواد الغذائيه ما يحطوهمش لينا، عاونات التمارين. اش نقول لك هادشي ما قريتوش؟ انا 3 سنين وانا ندوز في الباك، هذا هو العام الرابع. امشي يا استاذ، هذا هو العام الرابع عندي هنا، يعني كاع الباكات اللي دوزت ساهلين، ولكن هذا الباك هذا صعيب. هكاك هي انت مخيم هنا؟ لا استاذ، دابا كيفاش غنشرح ليك؟ دابا هو انا ماشي مخيم، انا قريب غادي يقادوا لي شهاده السكنه، غادي نولي معاهم هنا. امشي لحقاش طولت بزاف غادي نولي نسكن هنا، واش فهمتي؟ انا قديم انا هنا استاذ، بقيت كندوز في الباكات وليت كندوز مع ولادي. هذاك اللي هي هذاك الدري اللي جالس تما داك ولدي هذاك هو اللي تما، وهذيك اللي هي بنتي. انا استاذ قديم انا، قبل ما تجي انت هنا انا كنت ديك الساعه فايتك وكنقرا هنا. تبارك الله السلام بيت تبارك الله، الله يخليهم لك. انت بان لي عتقد دوز دوز في الباكات قد تسقط تسقط حتى تدوز ان شاء الله بحفادك. التلميذ المجتهد في الامتحان كيكون اسرع من الضوء. استاذ خلاص ما خصناش نضيع الوقت، ميرسي بزاف. صافا استاذ ساليت، عافاك واخا تعطيني وقت تواصل اخرى. انت بلاتي يا خونا، انت كدلتي ليا، انا باقي ما كتبت حتى سميتي، انت واش جاي من الفضاء ولا كيفاش؟ استاذ شكرا. اخويا ما تخافش، ما غاديش نسالي لكم الوقت ديال الوصاخ. ها انت حتى سالي الاولى وديك الساعه يعطيك الاستاذ الثانيه. انت واش تضحك عليا ولا شنو؟ انت ما لقينا ما نكتبو حتى في الورقه الاولى، بقات لينا على الورقه الثانيه. ايوا سوقك هذاك اخويا، انا ما عندي ما ندير لك. استاذ راني ساليت حتى هاد الورقه الثانيه، عرفتي شنو غدير؟ غتعطيني واحد 10 كيلو ديال الوراق باش ما نبقاش كل مره مصدعك. يلا يكفوني يا استاذ في هاد التمارين الثانيين صافي. وانت اخويا غادي نقول لك واحد الحاجه غادي تفيدك مزيان في حياتك، قال لك من زرع حصد. بصح، وقال لك اصحابي واحد المثل اخر قال لك من نقال انتقال. اطلق ديك الوراق صافي، دابا هادو غنكتب فيهم على سميتي ونعطيهم للاستاذ. استاذ ساليت، ويلي ورقي مشاو هنايا، غادي نسخف غادي نسخف، حيطو البابا. حيت كنسيت وزرع البصله دابا. البنت اللي كتبقى حاضيه استاذ باش تنقل. قول لي يا استاذ، واش انت ما عندك ما يدير؟ غتبقى حاضيني غير انا في هذا القسم ولا شنو؟ حضي هادوك ليه الهي، حضي هادوك ليه الهي، حضي راسك، علاش حاضيني انا؟ شوف انا راه كيطلع لي الطونسيون الله يخليك، بلا ما تخليني نسخط عليك. اطونسيون والله ما نخدم شي حاجه في هذا الامتحان حتى نسخف لك في هذا القسم، وبقى حاضيني. لا اجي تجلس حدايا، اجي اجي والله تجي تجلس حدايا، ها بلاصه اجي جلس حدايا. والله يهديك بنتي، اش غادي نجي نجلس حداك؟ خدمي الامتحان ديالك خلاص. لا لا دخلت عليك بالله، تجي تجلس حدايا، اجي جلس حدايا احسن، اجي هنا تحطيني مزيان. انت سير تبعد مني سير، من الصباح وحاضيني انا. يخ يا لطيف على استاذ كي داير، انا مزينك وجهك كلفته، غنشوفها في الحيوط احسن ليا، وما تبقاش حاضيني بنادم كي داير.